وأعظم هؤلاء الملائكة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم. قال تعالى عن مطاع ثم أمين، قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فمن صفاته الأمانة، ومن صفاته أنه مطاع عند الملائكة، لم يقل مطيع وإنما قال مطاع، وذلك لأن الملائكة تطيعه وله قدر وشأن.